الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعو إلى ضرورة إعادة طرح اتفاقية أضنة الموقعة بين تركيا وسوريا عام 1998، ويؤكد أن بلاده ليس لديها أطماع احتلالية في سوريا. قتلى وجرحى مدنيون جراء قصف مدفعي لقوات النظام على بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبية. وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو يؤكد أن هناك توافقا بين روسيا وتركيا بشأن الحل السياسي في سوريا باستثناء بقاء الأسد. الولايات المتحدة الأمريكية ترسل قوات إضافية إلى سوريا بهدف تأمين عمليات انسحاب القوات الأمريكية من البلاد وفق مصادر في البنتاغون. الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين يؤكدان عزمهما عقد قمة ثلاثية في موسكو حول سوريا خلال شهر شباط القادم تجمع كل من تركيا وإيران وروسيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يثني على جهود تركيا في تنفيذ شروط اتفاق إدلب ويؤكد احترام بلاده لمصالح الأتراك وخاصة فيما يخص تحقيق الأمن.